بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الشعب الليبي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمر علينا اليوم أعز ذكرى في التاريخ الحديث لوطننا العزيز، وهي ذكرى إعلان الاستقلال المجيد. ففي مثل هذا اليوم 24 من ديسمبر عام 51، ومن شرفة قصر المنار العامر في مدينة بنغازي المجاهدة، أعلن الملك الصالح محمد إدريس المهدي السنوسي طيب الله ثراه أن بلادنا ليبيا العزيزة أصبحت منذ ذلك اليوم دولة مستقلة ذات سيادة طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم 21 نوفمبر عام 49، وطبقا لأحكام الدستور الليبي الذي أقرته وأصدرته الجمعية الوطنية التأسيسية الممثلة لأقاليم ليبيا الثلاثة برقة وطرابلس وفزان في اليوم 7 من أكتوبر عام 51، وكانت تلك هي المرة الأولى التي تصبح فيها ليبيا بحدودها الحالية دولة مستقلة ذات سيادة، إذ كانت قبل ذلك وعبر تاريخها كله إما خاضعة للاحتلال الأجنبي أو كانت ولاية من ولايات أنظمة الحكم العديدة التي كانت تدير شؤون الوطن الليبي. ومن هنا جاءت القيمة التاريخية لهذا اليوم العظيم وأهميته بالنسبة للشعب الليبي الكريم. لم يكن الكثيرون يتوقعون أن يصل الليبيون والليبيات إلى تحقيق استقلالهم في تلك الأجواء المحلية والدولية البالغة التعقيد، وفي ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي عاشها الشعب الليبي في ظل الفقر والحرمان عقب الحرب العالمية الثانية وقلة موارد الدولة أو انعدامها، ولكن الشعب الليبي الصابر والذي كان يعرف جيدا كيف تبنى الأوطان والذي التف حول قيادة حكيمة كان في الموعد مع ذلك الحدث التاريخي الكبير، فكان ذلك مصدر فخر لنا كشعب لم يعرف الاستسلام ولم يعرف اليأس، ولكنه شق طريقه رغم كل الصعاب وحقق أمال شهدائه الأبرار في الحرية والكرامة والاستقلال. لقد تعرض تاريخ الوطن للتزوير خلال سنوات الانقلاب العسكري، وتم إخفاء وطمس الكثير من الحقائق عبر الإعلام الكاذب ومن خلال مناهج التعليم المزورة في المدارس والجامعات وتأميم الصحافة وتكميم الأفواه، زيادة على تلقين المبادئ الهدامة والأفكار الشاذة لتلاميذ المدارس ولطلاب الجامعات، وكان لكل ذلك أثاره السلبية على شبابنا. وما نراه اليوم من مظاهر الانحراف في سلوك البعض إلا إحدى نتائج كل ذلك العبث بثرات الأباء والأجداد، والعبث بتاريخ الوطن وبإنجازات رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الشعب الليبي الكريم، إن قائد المسيرة الملك الصالح محمد إدريس المهدي السنوسي طيب الله ثراه، وهو العليم بأسرار تلك المرحلة وبكافة الظروف التي مرت بالبلاد، أوصانا بالمحافظة على الاستقلال، وقال حكمته المشهورة: المحافظة على الاستقلال أصعب من نيله، ولكن أحداثا جساما مرت بنا حالت دون محافظتنا على ذلك الاستقلال. وجاء الانقلاب العسكري في الأول من سبتمبر عام 69 ليكرس ذلك، حيث قامت فئة قليلة من صغار ضباط الجيش بالسطو المسلح على السلطة، وقاموا بتعطيل الدستور وهدم كل ما بناه الأجداد والآباء وما حققوه من الإنجازات على كافة المستويات، كما هدموا القيم النبيلة التي غرسها الآباء والأجداد في عقول الليبيين والليبيات. فخلف من بعده أباء الاستقلال خلف غريب من الناس الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فباءوا بغضب من الله حتى أذن الله بزوال دولتهم
في انتفاضة شعبية عارمة بدأت منتصف شهر فبراير عام 2011 في مدينة بنغازي الصامدة وفي باقي المدن الليبية، وانتهت بانتصار الشعب الليبي على الانقلابيين وزوال حكمهم. غير أن التجربة المريرة التي خضناها ما بعد التحرير وخلال السنوات الخمس التالية تحتم علينا أن ننظر إلى الأسباب الحقيقية وراء ما نحن عليه الآن من التشرذم والخلاف والقتال الغير مبرر بين إخوة في الوطن الواحد تظل مصلحتهم واحدة في العيش في أمن وأمان في ظل الدستور والقانون والحكم الرشيد، ثم معالجة تلك الأسباب ومعرفة مكامن الخلل فيها. وهذه مسؤوليتنا جميعا، وهي تحتم علينا أن نستشعر ما يتعرض له الوطن من المخاطر، وأن نعمل جميعا بكل جد وحزم وإخلاص على صيانة هذا الوطن والمحافظ على سيادته ووحدته واستقلاله، مستلهمين في ذلك تراث الآباء والأجداد وما قدموه للوطن من تضحيات وإنكار الذات، وأن نسير على خطاهم حتى نحقق لبلادنا ولشعبنا ما نصبو إليه جميعا من الأمن والأمان والاستقرار. أيها الشعب الليبي الكريم، إن مشاكلنا لن تحل إلا بأيدينا، ولن يكون غيرنا أرحم بنا من أنفسنا، ولن يكون أحرص منا على بلادنا وسلامتها، خصوصا إذا كان هذا الغير تحكمه الأهواء وتحركه مصالحه الخاصة التي تختلف حتما عن مصالحنا وأهدافنا. وعلى القوى السياسية في بلادنا أن لا ترتكب الأخطاء التي قد تعرض أمن الوطن وسلامته للأخطار. عليها أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية كما تحملها الآباء المؤسسون الذين جنبوا بلادنا الوقوع في الكوارث والأزمات طوال 18 عاما بعد إعلان الاستقلال المجيد. تمتع خلالها الوطن والمواطنون بالأمن والاستقرار، وتحققت خلالها العديد من خطط التنمية ومن الإنجازات الكبرى في مختلف المجالات، خصوصا بعد البدء في تصدير النفط والغاز بين عامين 61 و69. لقد تابعت بأسف وألم شديدين التجربة المريرة التي خضناها معا طيلة العقود الماضية وما تلاها بعد التغيير الذي حدث خلال السنوات الخمس الأخيرة، وعلينا أن نأخذ من كلتا المرحلتين كثيرا من العبر والدروس التي تعيننا على معرفة الأسباب الحقيقية لما مر بالوطن العزيز من الأحداث المؤسفة والكوارث المؤلمة التي أصابت كل قرية وكل مدينة في بلادنا العزيزة، وتركت أسوأ الأثر في نفوسنا جميعا. كما أن حجم المسؤولية التي تقع على عاتقنا كمواطنين تحتم علينا أن نتدارك الخطر الذي يحيط بنا وبالوطن، وأن نتجنب ارتكاب الأخطاء والأعمال الغير المشروعة، وأن نعلم أن من واجبنا أن نتكاتف جميعا للمحافظة على قيمنا الوطنية والدينية والأخلاقية وعلى تراث الأجداد الذين حققوا لنا الاستقلال وغرسوا فينا بذور الخير والإلفة وحب الوطن. وليكن شعارنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيها الشعب الليبي الكريم، أعلموا أن هناك الكثير من الأفكار التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام المختلفة، والتي تدعو إلى إعادة العمل بدستور الاستقلال المعدل والعودة بالأمة الليبية إلى أصولها الأولى وإلى النظام الملكي الدستوري الذي كان قائما غداة الانقلاب العسكري باعتباره صمام الأمان وطوق النجاة والضمان الأكيد لاستعادة الأمن والأمان والحكم البرلماني المسؤول الرشيد القائم على احترام الدستور والقانون وفصل السلطات واحترام القضاء وعلى التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة النزيهة التي يمكنها أن تفرز القيادات السياسية الليبية الواعية من نواب وشيوخ ووزراء وكبار المسؤولين في الدولة القادرين على حمل الأمانة وصيانة الاستقلال الوطن وسيادته في ظل نظام ديمقراطي حر ونزيه ودستور يحمي حقوق الجميع ويحدد واجباتهم، وانطلاقا من المبدأ الذي أؤمن به والذي أعلنته في العديد من المناسبات
أقول لكم اليوم مرة أخرى إنني على استعداد دائم لخدمة وطني وشعبي متى طلب الشعب مني ذلك، فذلك شرف أعتز به، ولكن ذلك لا يتم إلا من خلال مشروع وطني توافق عليه الأمة الليبية التي هي وحدها صاحبة الحق في إقرار ذلك، ولا بد أن تتجسد العودة إلى النظام الملكي في ميثاق وطني شامل يجلب الاستقرار والطمأنينة ويحقق تطلعات وطموحات الشعب الليبي الذي عانى طويلا وآن له أن يستريح وأن يضع الدعائم الصحيحة لمستقبله ومستقبل أبنائه. ولا يفوتنا في هذه المناسبة العظيمة إلا أن نستمطر شآبيب الرحمة والرضوان على روح الأب المؤسس الملك الصالح محمد إدريس المهدي السنوسي طيب الله ثراه، وعلى أرواح الرجال العظام من أعوانه ورفاقه الذين انتقلوا إلى جوار ربهم، وإلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل أن تنعم بلادنا العزيزة بالحرية والاستقلال. حفظ الله بلادنا من كل سوء، ودمتم إخوتي وأخواتي في ود وأمن وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.